في عناوين نشرة الليلة: الادعاء على الحاج وغبش ومقرصن فلبيني يتعدى فبركة ملف عيتاني. قدمنا بطلب أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بترك المقدم سوزان الحاج. أهالي الموقوفين الإسلاميين يقطعون الطريق ويهاجمون سيارة. انطلاق التوافق بين القوات والمستقبل. نريد أن نستعيد هذا التحالف إذا أمكن. التحالفات الانتخابية زواج مؤقت. طبخة المصالح يلي عم يجي حدا كتير ذكي حط لها شوية توابل. بين الإلغاء والإبقاء ما هو التدبير رقم 3؟ ما فيها تروح تعمل مؤتمر بإيطاليا وتطلب دعم الجيش وهي دولة غير داعمة للجيش. في فن الخبر: بعد رفض طلبها ميريام كلينك غاضبة. خرا وأكل هوا، إن شاء الله ما يصير انتخابات. في ترينز البون لجلبرت زوين. تركوني وأخذوا خصمي. ما حدا بيعبي مطرح بقلبي. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. بمكرمة السين هل عادت مياه السين سين إلى مجاريها؟ فبأمر ملكي عاد التيار إلى تحالف القوات التيار، وبخط ساخن شحن ببطاقة سعودية بدأ سعد بتنفيذ رغبات سمير الانتخابية. أما الزيارات على خط بيت الوسط معراب فما هي إلا مشاوير لوجستية لحلف بات محسوما وإن لم يكن قد بلغ خواتيمه في كل الدوائر. الغطاس نشط برا على طريق بيت الوسط معراب حاملا عرضا انتخابيا قدمه للحكيم. القوات ستناقش الطرح وتعطي الجواب النهائي بعد غد الأحد. هذا بشكل عام. أما على وجه الخصوص فالصيغة التي قدمها المستقبل للقوات عن التحالف في زحل قد يضم إليهما التيار الوطني الحر، وهذا ما تدرسه القوات في هذه الدائرة. في بعلبك الهرمل القوات تدرس الصياغ. الشوف علي باتت في حكم المحسومة. نعم تحالف. الأشرفية سقطت من قاموس الاتفاق برضا الطرفين. المتن بعبد المستقبل سيعطي أصواته للقوات ولا حسم نهائيا في دائرة بشري وزغرت الكورة والبترون. وبين التحالف المعلق على الدرس ملف بقي معلقا على مزيد من التحقيقات في قضية باتت بحجم دولة ضمن دولة برتبة مقدم. وبحسب معلومات الجديد فإن شبكة الحاج غبش تعدت خيوطها الشغل البلدي إلى الاستعانة بمقرصن فلبيني كشفت عنه التحقيقات. ودائما بحسب معلومات الجديد فإن النيابة العامة أحالت ملف الحاج غبش إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة بعد الادعاء على المقدم سوزان الحاج والمقرصن إلي غبش ومعهما المقرصن الثاني الفلبيني مجهول باقي الهوية والإقامة، وذلك بتهم الفبركة والافتراء والتحريض والاشتراك في التحريض واختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة. وأبعد من الفبركة فقد علمت الجديد أن الثلاثي متهم بشن هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات ومؤسسات أمنية ومصرفية، إضافة إلى مواقع إخبارية محلية وأخرى أجنبية على شبكة الإنترنت. وبناء على هذه المعطيات والمستجدات فقد أحيل الملف إلى القاضي رياض أبو غيدة الذي من المفترض أن يحدد الأسبوع المقبل موعدا لاستجواب الحاج وغبش، وفي ضوء الجلسة المرتقبة يجري التوقيف أو تخلية السبيل. أما الشق الثاني من الملف والمتعلق بقضية الحاج عيتاني وبحسب مصدر المعلومات نفسه فإن القاضي أبو غيدة وبعد دراسة المستجدات سيخلي سبيل زياد عيتاني إذا اقتنع بها والعكس صحيح.
والأهم في هذا الإطار وعطفا على ما تقدم، فقد جرى توريط جهاز أمن الدولة عبر تقديم إخبار خطي يحتوي على مستندات مزورة حول تعامل زياد عيتاني مع إسرائيل، هذا لجهة الاتهام. أما لجهة الدفاع فقد رأى موكلو الحاج في بيان أن توقيفها تعسفي وطالبوا بتخلية سبيلها. نبدأ من قريتم، حيث اشتبهت القوى الأمنية في شنطة تبين أنها فارغة من أي مواد متفجرة. التفاصيل مباشرة مع الزميل آدم شمس الدين. آدم مساء الخير، إذن ماذا في تفاصيل هذا الخبر؟ نعم داليا، ربما تخدم هذه الرسالة لكي تكون رسالة تطمينية، فبعد أن انتشر خبر الاشتباه بحقيبة أو بعبوة هنا في شارع قريتم وتحديدا في شارع مدام كوري، حضرت القوى الأمنية وتحديدا خبراء المتفجرين ومتفجرات عفوا، وقاموا يعني تفجير الشنطة بصاعق، وهو تدبير يتخذه الخبراء إذا ما كان هناك شك حول وجود مواد متفجرة في الحقيبة أم لا. وتحديدا سأطلب من زميلي المصور جهاد زهري في هذه النقطة تحديدا، كانت الحقيبة، وكما يمكن أن نشاهد في الصور هناك يعني هي عبارة عن حقيبة صفر صغيرة، وقام خبراء المتفجرات بتفجيرها، ويعني سمع صوت في أرجاء المنطقة. طبعا يعني اتخذت القوى الأمنية كل الاحتياطات والتدابير هنا في المنطقة، قامت بإغلاق الشارع من الجهتين، وذلك لمنع كل العابرين في الشارع من المرور لحظة تفجير العبوة. يمكن أن نشاهد في هذه الصور أيضا التي تعرض يعني كيف قامت القوى الأمنية بتفجير الحقيبة. لا يمكن القول إذا ما كان هناك رسالة ما من هذه الحقيبة، وإذا ما كان أصلا هناك يعني هدف من وضع هذه الحقيبة هنا في المنطقة، وتحديدا وبالتحديد لأن القوى الأمنية لم تعلم حتى هذه اللحظة إذا ما كانت الحقيبة أين، من وضع هذه الحقيبة، وهي تعمل على كشف الصور من الكاميرات المحيطة في المنطقة. وكما نعلم بأن شارع مدام كوري حيث يقع قصر قريتم أي منزل الرئيس رفيق الحريري سابقا هو في هذا الشارع، وعلى الرغم من كونه يعني من كون القصر غير مسكون في هذه الأثناء، ولكن يعني هناك قوى أمنية وحراسة مشددة حول القصر، إضافة إلى وجود عدد من الشخصيات الرسمية وأيضا القضائية في المنطقة. للغرابة أو للمصادفة داليا، ولا يمكن بالضرورة ربط هذه الحادثة بما سأقوله الآن، ولكن هي ربما مصادفة يتجدر التوقف عندها، بأن منزل القاضي رياض أبو غيدة في هذا هو في هذا الشارع تحديدا، وعلى مقربة من الحقيبة التي تركت والتي تم تفجيرها. طبعا لا أحاول الربط بين هذا الحدث وبين وجود منزل القاضي رياض أبو غيدة في هذا الشارع، ولكن لا يمكن إلا ذكر هذه المعلومة نظرا لكل التطورات التي حصلت في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بملف المسرح زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج. علمنا أيضا بأن القاضي رياض أبو غيدة لم يكن في منزله لحظة تفجير هذه الحقيبة واطمأنينا عليه، ولكن مجددا لابد من ذكر هذه المعلومة فقط نظرا لتزامنها مع ما يجري خلال هذا الأسبوع. عموما الحقيبة كانت خالية من أي مواد متفجرة، وتعمل القوى الأمنية على سحب الداتا من الكاميرات المحيطة في المنطقة لمعرفة لمن يملك هذه الحقيبة، ولمعرفة إذا ما كانت هذه مصادفة أو ربما شخص قد تركها لأسباب مجهولة أو ربما نسيها في هذا المكان، أو إذا ما كان لهذه الحقيبة أو لهذه التفجير رسالة ما لأي أحد في المنطقة. داليا، شكرا إذا للزميل آدم شمس الدين الذي كان معنا مباشرة على الهواء. إليك شادي. نعم داليا، النيابة العامة العسكرية تدعي على المقدم سوزان الحاج والمقرصن إلي غبش وثالث مجهول الهوية بتهم عدة أبرزها الفبركة والافتراء، وتحيلهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدة.
وصلت قضية عيتان الحاج غبش إلى الجولة نصف النهائية مع إحالة النيابة العامة العسكرية المقدم سوزان الحاج والمقرصن إلي غبش الموقوفين لدى شعبة المعلومات وشخص ثالث مجهول الهوية إلى قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت الرياض أبو غيداء. النيابة العامة العسكرية دعت على الحاج وغبش وشخص ثالث هو مقرصن فلبيني الجنسية وفق ما أفادت به مصادر للجديدة لإقدامهم على أدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والافتراء والاشتراك والتدخل سندا إلى مواد قانونية تصل عقوبتها إلى 10 سنوات على الأكثر. وفي التفاصيل جاء دعاء النيابة العامة العسكرية بعد اجتماع نائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلم الحجار، حيث تداول المجتمعون الملف الذي أحاله القاضي حمود إلى النيابة العامة العسكرية في 7 من الشهر الحالي في قضية غبش الحاج. ونتيجة المعطيات الواردة في الملف ادعت النيابة العامة العسكرية على الحاج وغبش وشخص ثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لإقدامهم على أدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على ما يلي: إقدامهم على أدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين وهو الممثل زياد عيتاني مع العدو الإسرائيلي، وعلى تقديم إخبار خطي يحتوي على مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني مع معرفتهم ببراءته منها، وعلى التحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحفيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار بحقه. وكذلك إقدامهم على شن هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع أخرى مختلفة محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت. وقبل ادعاء النيابة قدم وكلاء الدفاع عن المقدم سوزان الحاج إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية طلب ترك المدعى عليها. قدمنا بطلب أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بترك المقدم سوزان الحاج سندا لأحكام المواد 47 و107 أصول محاكمات جزائية بكون المدة اللي صار لها موقوفة فيها تخطت المدة المنصوص عليها بالقانون، أصبح توقيفها مخالف للقانون بشكل تعسفي. نحن بدارنا كمان من طالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومعالي وزير العدل تدخل ووضع يدهم على الملف لوقف التجاوزات بهذا الملف. وبإحالة ملف الحاج غبش إلى قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدة يرجح أن يعين الأخير جلسة الأسبوع المقبل لاستجواب الموقوفين في هذه القضية، وفي ضوئها يتخذ ما يراه مناسبا لجهة إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقهم أو تركهم. أما فيما يخص ملف زياد عيتاني فمن المنتظر أن يصدر القاضي أبو غيدة قرارا بتخلية سبيله أو الإبقاء عليه موقوفا، وذلك في ضوء قناعته بالمعطيات الجديدة المتوافرة لديها. حليمة طبيعة، قناة الجديد. اعتصامات في مناطق عدة لأهالي الموقوفين الإسلاميين نصرة لأبنائهم الذين أعلنوا إضرابا عن الطعام. إلى ساحة النور في طرابلس وصلت مسيرة أهالي الموقوفين الإسلاميين بعد انطلاقها من مسجد المنصور الكبير. هناك كاد تصعيد الأهالي للمطالبة بالعفو عن أبنائهم بتسكير الطريق أن يأخذ منحا آخر عندما أقدم عدد منهم على مهاجمة سيارة أرادت اختراق الحشود بالقوة وكادت تدهس بعضهم، بعدما رفع المعتصمون معادلة إما العفو العام وإما الموت جوعا. سرعان ما تدخلت القوى الأمنية مانعة التعرض لسائق السيارة وضبطت الاعتصام، لكن بعد انتهاء الإشكال أقدمت حافلة على دهس المعتصمين مما تسبب بإصابة 4 أشخاص وقد عولجوا جميعا في المكان. هذا الكلام ليس صراخ في الهواء، إنما سيكون تنفيذا على الأرض كما تتحرك الماكينات الانتخابية لصالح السياسيين. سنتحرك مع أطفالنا ورجالنا ونسائنا وكل من يناصرنا من المجتمع والجمعيات الإسلامية والمجتمع المدني.
على أن ساحة النور لم تكن محطة الأهالي الوحيدة، فعند طريق المصنع الدولية قطع الأهالي أيضا الطريق مطالبين بالعفو عن أبنائهم. في ظل هذا الحكم الذي تحكمه شريعة الغاب وقانون الغاب، للأسف النعجة تطلب العفو من الذئاب. من طريق المصنع إلى طرابلس فصيدا شهدت عاصمة الجنوب تظاهرة لأهالي موقوفي أحداث عبرة انطلقت من أمام مسجد بلال بن رباح للمطالبة بالعفو العام، وعند المربع الأمني السابق لأحمد الأسير، وفي المكان نفسه الذي انطلقت فيه الرصاصة الأولى في بدء أحداث عبرة، اختار الأهالي إلقاء كلماتهم للمطالبة بالعفو العام. نحن شبابنا ظلموا بالمؤامرة اللي صارت عليهم، ظلموا باعتقالاتهم، ظلموا بالمحاكمات الظالمة، ظلموا بأنه ما قبلوا تمييز محاكماتهم، وهلأ لما بده يصير في عفو عام بده يصير في استثناءات إلهم. هذا الظلم المتراكم اللي عم بيصير على ملف عبرة، أكيد الشباب ولا الشيخ حيقبلوا وحيصير في إضراب، وحندلنا نحن نتحرك بالشارع حتى نرفع الظلم عن شبابنا. جاء التسجيل الصوتي لخالد حبلس من داخل سجن رومية يوم أمس الخميس الذي أعلن فيه بدء الموقوفين الإسلاميين إضرابا عن الطعام في جميع السجون اللبنانية حتى إقرار قانون العفو العام الشامل، بمثابة إعلان بدء الاعتصامات للأهالي التي تأتي تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، في محاولة من الأهالي انتزاع هذا المطلب قبل فوات الأوان. المجلس الأعلى للدفاع يجتمع في بعبدة ويبحث الأوضاع الأمنية والتدابير المقررة خلال الانتخابات النيابية. بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، انعقد المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري بعبدة في حضور وزراء المال والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل وقائد الجيش وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. وجرى البحث في التحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في مؤتمر روما 2 لدعم الجيش والقوى الأمنية. تعرض المجلس الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار، إضافة إلى التدابير التي ستتخذ خلال الانتخابات النيابية المقبلة. كذلك عرض المجلس للتحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في مؤتمر روما 2 لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. ودرس المجلس أيضا أمورا تتعلق بعمل المؤسسات العسكرية وحاجات أفرادها، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون. وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عرضا فيه الأوضاع العامة في البلاد. في جيوش العالم 4 تدابير من 1 إلى 4 يلتزمها العسكر وفقا للوضع الأمني الذي يحدق بالبلاد. التدبير رقم 3 هو إحدى درجات الاستنفار والجاهزية لوحدات الجيش، فيما التدبير رقم 4 هو الحرب نفسها. اليوم يحكى عن مسعى لإلغاء التدبير رقم 3 بهدف تقليص نفقات الدولة، فماذا يعني ذلك؟ أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على العالم وبلادي وزودا الوطني لبنان. يقسم الجندي فور اندوائه في السلك العسكري أن يحمي بلاده مقدما حياته في سبيلها. ومع ذلك فقد أكدت المؤسسات العسكرية في معظم جيوش العالم على امتلاكها حق استدعاء عناصرها ووضعهم تحت درجة معينة من الجاهزية وفقا لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي يحدق بالبلاد. منذ عام 82 والجيش اللبناني يلزم عناصره بما يسمى في اللغة العسكرية التدبير رقم 3 الذي وضعت بموجبه الوحدات القتالية على مستوى معين من الاستنفار على أن يحتسب بدل كل سنة خدمة 3 أضعاف. هو الناس يعني وعوا على الجيش شافوه بالطرقات وشافوه عم تفكروا أنه هذا الجيش هو هيك عادة. هو الجيش مش هيك، الجيش عادة بيكون بسكناته بيروح على الشغل من الصبح للظهر بفل عبيته ودوام مثل العالم، وبيقعد في حرس بالسكنة وفي طوارئ بالسكنة، وإنما ما بيكون 24 ساعة برات بيته. بالتدبير رقم 3 أصبح العسكري وقته كله هو للمؤسسة العسكرية. التدبير رقم 3 هو حالة الطوارئ أو حالة تكليف حفظ أمن أو حالة الحرب اللي هي مثل ما إحنا لو وقف عمل هدية، هي تدبير رقم 3. أيات الجيش ما بتطبق على كل الجيش اللبناني، غير مطبق على كافة عناصر الجيش اللبناني، وإنما يطبق على عناصر الوحدات القتالية. بزيد راتب العسكري له مخصص، يعني تدبير له يومية، كل يوم تدبير له إضافة على الراتب لأنه هو 24 ساعة صار مشغل، وعن تعويض الخدمة، عن تعويض نهاية الخدمة يحسب
هذه السنة التي قضاها بتدبير رقم 3. هو العسكري مش كل حياته بيقضيها برقم 3 يعني، بس يكون مسافر دورة برا لا يحسب، بيحسب تدبير رقم 1 بطل يقبض شيء، بس يكون عم يعمل دورات بالداخل كمان بيروح عنه تدبير رقم 3. الأيام اللي قضاها بالوحدات المقاتلة العسكري واللي كان طبق عليه تدبير رقم 3 يحسب كل يوم ضرب 3، كل سنة عمل بهال ضرب 3. اليوم وفي ظل اتجاه المسؤولين إلى عصر النفقات وخفض المدفوعات، يحكى عن اتجاه لإلغاء التدبير رقم 3 أو بالمصطلح العسكري إلغاء الضمائم الناتجة عن هذا التدبير. ما بيقدروا يلغوا التدبير، يعني قائد الجيش بيضب الجيش على السكنات، يعني بس بده يكلف الجيش بمهمات، بده يكلفوا هن عم بيقولوا بده يلغوا احتساب التدبير. ما بيقدر يلغي احتساب التدبير. يعني بيكون إذا ألغوا احتساب التدبير بيكون يعني عم يظلموا العسكري أكثر ما هو مظلوم. يعني حاليا العسكري مظلوم، هني بيبرروا أنه ليخفضوا العجز بالخزينة، يخفضوا العجز بغير موارد. يعني معلش الدولة غير الداعمة للجيش ما فيها تروح تعمل مؤتمر بإيطاليا وتطلب دعم الجيش وهي دولة غير داعمة للجيش. قبل ما يروحوا يدعموا الجيش يطلبوا دعم الجيش، فلتكن هي دولتنا الرائدة في دعم الجيش. أولا الجيش أقل موازنة ممكن أن تكون لجيش في العالم هي للجيش اللبناني. إلغاء التدبير رقم 3 لا يزال خبراً يهمس به في الكواليس السياسية، أما في العلن فالجميع يبدي محبته للجيش وضرورة دعمه وإعطائه الضوء الأخضر. فهل تتخلى الدولة في زمن السلم عمن ضحى بحياته في زمن الحرب؟ دارين دعبوس، قناة الجديد. وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يفتتح مؤتمر الطاقة الاغترابية في سيدني. التفاصيل في رسالة لمفادنا إلى هناك الزميل رمز القاضي. في محطات السكك الحديد هذا التي شكلت مقصدا لعشرات اللبنانيين في القرن 19 للعمل فيها وتحولت اليوم إلى أحدى المعالم التاريخية في مدينة سيدني الأسترالية، اختار المغتربون اللبنانيون أن يقيموا مؤتمر الطاقة الاغترابي الخاص بهم بتنظيم من قبل وزارة الخارجية وبحضور الوزير جبران باسيل. باسيل افتتح المؤتمر بكلمة استذكر فيها إنجازات أوائل اللبنانيين الذين قدموا إلى أستراليا رافضا أي وصاية على الاغتراب. يبقى عليكم أن تشاركوا بصنع قراره السياسي، وحرصنا كل الحرص لكي يكون لكم نائبا يمثل هذه القارة في الدورة المقبلة مع الإصرار على زيادته لاحقا. أخفقنا في بعض الأماقن ونجحنا في أكثرها، وكان آخرها منحكم جواز سفر لتصوتوا به يصل إلى عنوانكم بكلفة 1000 ليرة لبنانية فقط لا غير. أيها المنتشرون، لم يعد من حجة لكم لعدم المشاركة والتغيير، فتعالوا إلى التصويت بكثافة. من منكم تسجل في الاغتراب فإلى المراكز 14 التي يتم تحديدها في أستراليا، ومن منكم لم يتسجل فإلى لبنان لممارسة السياحة الانتخابية في 6 أيار. وكان في المؤتمر كلمات لشخصيات فضلا عن تمثيل للحكومة الأسترالية ورئيس المجلس التشريعي في سيدني جاع الجاء. المؤتمرون جميعهم أثنوا على دور وزارة الخارجية في الشأن الاغترابي على أن يستمر المؤتمر ليومين. احنا كنا متوقعين 1000 شخص يحضر المؤتمر، النهار الاول افتتاح كان فوق ال1000، سو متوقعين بكره كلهم مسجلين لينتخبوا ولا قديش اللي مش انتخاب سوري لحضور المؤتمر، قصدي هذا بيعكس قديش سجلين. اكيد اكيد هي الرقم الاعلى هو استراليا، صراحه ما عندي الرقم بريسايز الاعلى بالسجل. صحيح صحيح، فهيدا تشجيع وشافوا انه استراليا مع انه كثير بعيده رح تصير قريبه اقرب واقرب للبنان. يغادر وزير الخارجية ويرافقه الوزير بيير رفول ووفد الخارجية اللبنانية إلى مدينة ميلبورن، حيث يعقد لقاء مع الجالية اللبنانية هناك قبل أن تختتم هذه الجولة.
لا شك أن زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى بلاد الكنغر سيجري إلباسها وجها انتخابيا، إلا أن رأس الدبلوماسية اللبنانية يحرص على القول إنه يكمل ما بدأه من مشوار طويل مع الاغتراب لضمان حقه في المشاركة في الحياة السياسية وهو حر الاختيار. من مدينة سيدني، رامز القاضي، قناة الجديد. ماذا سيكتب نبيل الأولى على اللوح مع الزميل حسان الرفاعي؟ استقبل الجنرال بمارسيليا، تصاوب مرتين بالحرب وما ضل شي بيملكه من قصف، حكيم وضد الحكيم، اختصاصه الاسنان مع انه أبعد راسه بالسياسي. على متن التسونامي وصل على مجلس النواب بال2005 وهدفه الاول مكافحة التسوس النيابي، مواظب على الليمون ان كان مرشح او مش مرشح، بس هو مرشح وبقوة عن المقعد الماروني بالمدن. شرف على اللوح. يعني أولاً في إنجازات على الصعيد البيئي، لأنه أنا بلجنة البيئة، في إنجازات على صعيد الأشغال لأني كمان أنا بلجنة الأشغال، على صعيد لجنة المرأة والطفل أنا باللجنة الفرعية لضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية. كانوا عم بيخبرونا أنه أهم إنجاز لغاية مدخل بلدتك جل الديب. بالعكس، أنا اللي شديت بكل ما أوتيت من قوة إنه يكون في مدخل لبلدة جل الديب، اللي هي مش بقى مش لبلدتي بس، هي للمدن الشمالي كله سوا. أنا ماني مهندس بس أنا طالب، قلنا إنه المهم إنه يكون عندنا مداخل للمدن الشمالي. يعني حسب ما خبرونا صاروا بيفوتوا الجماعة من أنطلياس. أنت عم بفوتوا من أنطلياس هلأ يعني؟ هلأ عم فوتوا من أنطلياس؟ هلأ إيه بقى مؤقتاً بدي فوتوا من أنطلياس من 2010 مؤقتاً، شلنا الجسر بال2010. هيدا بدك تشوف الأساس، النايب منه منفذ على الأرض، التنفيذ يعود إلى الحكومة ومجلس الإدارة والأعمار. أنا علي طالب أنه يعملوا لي مدخل ومخرج للمتن الشمالي، اللي أنا بالنهاية نائب عن هذه المنطقة. أنا هالقد قبضاي بدي روح فك جسر من محله ويخل نفك براغي هيك فك في جسر؟ هذا يعني هذا افترى انا بسميه. فكان الجسر بال2010 اذا انتخبوك بال2018 مع كم تمديد بينعمل مدخل بال2030؟ لا مش مزبوط، لان الجسر المفروض يخلص ب 18 شهر جسرين، يعني اللي متوقع اول واحد يخلص باخر الصيفيه والشغل ماشي. شكرا لك، تفضل على مقعدك. التحالف الانتخابي مصطلح ظهر مع قانون الانتخاب الجديد لا يتطابق بالضرورة والتحالف السياسي، ليصبح تشبيهه بزواج أو ليصح تشبيهه بزواج المصلحة. كثيرا ما نسمع بعقود زواج جاءت بدافع الحصول على جنسية أو الحفاظ على إرث. هذه الحال انطبقت على الحياة السياسية في لبنان مع مصطلح ظهر أخيرا وهو التحالف الانتخابي. صحيح أن طبخة التحالفات لم تنضج بعد، إلا أن بوادر تحالف الأضداد بدأت تظهر، فها هو التيار الوطني الحر على سبيل المثال يحسم خياره ويتحالف مع حركة أمل في بعبدة، وفي كسروان نراه متحالفا مع خصمه اللدود في دورات عدة سابقة منصور البون، والنائب بطرس حرب يجتمع والمردة على لائحة واحدة في دائرة الشمال الثالثة في وجه القوات اللبنانية حليفه في ثورة الأرز.
يعني الاكستريم تبع 14 اذار يلي هو الدكتور فارس السعيد يتحالف مع اكستريم التحالف مع فريق 8 اذار يلي هو النائب فريد هيكل خازن يلي هو صديق وحليف تيار المرضى وصديق وحليف الرئيس بري. عم بتحالف معهم مين؟ دكتور فارس عادي اللي هو امين العام ل 14 اذار. روح على بيروت الاولى، يعني دائما ما كان الطشناك حليف تيار المستقبل، اليوم في حلف بين الطشناك تيار وطن الحر تيار المستقبل بدائره كسروان جبال. هذه الدائره التي تميزت دائما انه بجبال في تحالف بين تيار الوطن الحر والطائفة الشيعية ممثلة بالثنائي الشيعي أمل حزب الله. اليوم يقوم حزب الله بمحاولة تأليف لائحة هو حاطت فيها شيخ شيعي من خارج المنطقة وهو مسؤول تنظيميا في حزب الله في مواجهة لائحة تيار الوطن الحر التي تمتد من كسروان إلى جبال. لا ينفي السياسيون اتباعهم مصلحتهم الانتخابية في تحالفاتهم، فيجاهرون بالقول إذا كان حليف السياسي ضعيفا في هذه المنطقة فلست مجبرا على التحالف معه، كل ذلك كرمال الحاصل الانتخابي. رح يكونوا على فرض لائحة وكل واحد رح يعطي صوت تفضيلي لزلمته، هذا الفرق، انه هن عم يقعدوا على نفس لائحة بيعطوا بعضهم، بيطلعوا الحاصل الانتخابي تبعهم، بيطلعوا الكسر تبعهم، وكل واحد اخر شيء بيكون في عنده واحد مسوقر قبل ما كانوا مسوقرين. هي طبخة المصالح، اذا بدك باختصرها بكلمة طبخة المصالح، يلي عم يجي حدا كتير ذكي يحط لها شوية توابل وشوية بهارات ويخلطوها ويقلوها، وبعد الانتخابات بتفك الطبخة وكل واحد يروح لمطرحه. إذا كان الزواج يبنى على قاعدة ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، ففي الانتخابات تعكس الآية لتصبح ما فرقته السياسة جمعته اللوائح الانتخابية، فأصبحت القاعدة مش معروف صوت مين بصندوق مين. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. بعد الإعلان طعن الام اي بي في شورى الدولة، والراحل الأخير عزف لحنه الأخير. أهلا بكم من جديد وإلى ترند مع زميلتي سارات صالحة. مرحبا. قسم جديد رح يتم إضافته على أقسام لينكدإن للمستخدمين بالشرق الأوسط تحت اسم واسطة، وهالقسم رح يمكن المستخدمين من ذكر أسماء أقاربهم أو معارفهم يلي إلهم مركز مهم بالمجتمع وممكن يساعدوهم بالوظيفة. هالخبر عم ينتشر بشكل كبير على صفحات الانترنت وبين الناشطين يلي للأسف صدقوه وقاموا بمشاركته، ولكن هالخبر منه مزبوط أبدا، وإنما تم نشره من 4 سنين من قبل موقع بيعتمد على النقد الساخر للإضاءة على عيوب وأخطاء المجتمع. يذكر أنه عدد مستخدمي موقع لينكدإن بالشرق الأوسط هن أكثر من 20 مليون مستخدم، ومش غريب أبدا تخصص المنصة أقسام محددة لإلهم، ولكن على الأكيد مش رح يكون قسم للواسطة. ومن المميزات الفكاهية منروح للمميزات الحقيقية مع سناب شات يلي وأخيرا رح تمكن المستخدمين من الإشارة للأصدقاء داخل الستوريز يلي بينشروهم، وهالميزة مهمة في حال أردت تشير لحساب مؤثر داخل الستوري تبعك أو في حال كان بدك تعمل منشن لصديقك. هالميزة كان سبقت عليها إنستغرام من سنتين وما بنعرف ليه تأخرت فيها السناب لهلأ، ويلي بعدها لحد هلأ ما حددت أي متى رح يتم إطلاقها بشكل رسمي. ننتقل لرد النائب السابق منصور غانم البون على كلام النائب جيلبرت زوين يلي ذكرته داخل تقرير للزميلة رشا الكرم عبر بوست وضعه على فيسبوك مع تعليق ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. هني فرقوني، ما أنا افتكرت أنا ما كنت بدي افترق منهم، بس هني تركوني شو بدي أعمل؟ ما أنا تركوني وأخذوا خصمي. ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، كفلك قلبي تجاف لحبك هالمحبي. ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي خبرني.
أما آخر أخبارنا فهو مع خبر لسيدة صينية انحرمت من استخدام هاتف الآيفون الخاص فيها لمدة 47 سنة، وهالشي بسبب طفلة يلي عمره 2 ويلي كان قاعد عم يلعب بالهاتف وسكر معه وصار يدخل الرقم السري بشكل خاطئ عدة مرات ورا بعض، الشي يلي سبب بإقفاله، وهالشي لأنه آيفون بيقوم بتمديد مدة القفل كل ما تم إدخال كلمة السر بشكل خاطئ. يذكر أنه هيدي مش أول مرة بتم فيها إقفال هاتف هالمدة الطويلة حسب ما صرح موظف بشركة أبل، حيث صادف هواتف تم إقفالها لمدة 80 سنة. طبعا هالشي ما بيعني أنه الهاتف صار للكب، وإنما بيعني أنه ليرجع يتم فتحه لازم يتم حذف كل الملفات الموجودة جواته من صور ومعلومات وإعادته للحالة الأولية، أو على المستخدم الانتظار المدة المطلوبة في حال أراد الاحتفاظ بذكرياته. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقة. باي. القوات والمستقبل تهندس تحالفاتها على القطعة، والمستقبل يحاول بث الحياة في أعخيك انتخابيا. جولات في المباحثات الانتخابية بين المستقبل والقوات، والحسم في التحالف يتطلب مزيدا من الوقت، وما يظهره الواقع وفق المصادر المطلعة اختلاف في التقديرات والأرقام بين ماكينتي الطرفين، إلا أن الفريقين السياسيين يتحاوران فيما بينهما وبين الأفرقاء الآخرين. فبعد حسم دوائر الشوف علي وبعبدة وبعلبك الهرمل بتحالف اشتراكي قواتي مستقبلي، فتح المجال للنقاش في دوائر أخرى بعدما كان التواصل للتوافق مستحيلا. وعلى قاعدة توسيع مروحة التحالف، استعرض الوزير غطاس خوري تصور رئيس المستقبل أمام رئيس حزب القوات والوزير ملحم رياشي والأمينة العامة شانتال سركيس في انتظار الرد في مدة تتراوح من 24 ساعة إلى 48. بيننا وبين القوات اللبنانية في تاريخ من التحالف، و نريد أن نستعيد هذا التحالف إذا أمكن. اليوم استعرضنا كل المناطق الانتخابية اللي ممكن نكون فيها سوا. شو مصير تحالفكم مع القوات بطرابلس وعكار؟ ممكن وارد بمناطق الشمال. الاتصال دائما مباشر وموجود، وبفتكر أنا يعني خلال اليومين القادمين بيجيني أجوبة على الموضوع. هل عرضتوا إمكانية التحالف بين المستقبل وتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية؟ طبعاً عرضنا هالشيء بكم منطقة، وبتأمل يجيني إجابات عليهم كمان. بشمال الثالثة رح تقسموا أصواتكم، يعني ما بين البترون وما بين سليمان الفرنجي؟ لا، هيدي المنطقة بوضوح تيار المستقبل قد لا يكون عم يخوض هذه المنطقة الانتخابات بهذه المنطقة، ما يكون عنده مرشح. ما رح يكون في مرشح، ولكن أصواتكم بالشمال الثالثة كيف رح تتوزع؟ في حلفاء كتير عندكم، في القوات وفي التيار وفي سليمان فرنجية. أقول لك معي ورقة بعطيك إياها. كله هذا وارد. واللقاء مع هل المملكة العربية السعودية يعني في عندها دفع معين باتجاه التحالف بين المستقبل؟ هذا موضوع داخلي ونحن بنحكي. اللقاء بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع صار قريب كمان. احتمالات التحالف بين المستقبل والقوات مفتوحة وفق المصادر في مرجعيون حاصبية، طرابلس، عكار والبقاع الغربي، الذي ثبت في هذه الدائرة تحالف الاشتراكي القوات في انتظار انضمام المستقبل إليهما. وفي صيدا جزين المقاعد هي المشكلة، فعلى الرغم من مصلحة المستقبل في التحالف مع التيار الوطني الحر على حساب القوات، إلا أن تشبث التيار البرتقالي بالمقاعد المسيحية الثلاثة من غير التنازل عن مقعد مسيحي للمستقبل يحبط التحالف معه ويرجح التحالف مع القوات. وفي زحلة تؤكد مصادر المستقبل التزامها مع مريم سكاف وصعوبة التحالف مع القوات، فالقوات ترفض التحالف مع سكاف وتطرح مرشحا للمقعد الأرمني في مواجهة مرشح المستقبل الأرمني. أما في الشمال الثالثة وما تشكل من منافسة رئاسية، فما زالت تفتقد أي قرار في شأنها لأنها تشكل إحراجا بموضوع تحديدا بيروت، إن كان بيروت الثاني أو إن كان بيروت الأولى. بيروت الأولى اكتملت معلمها بانتظار إذا انضم لها تيار المستقبل. أصبحت أيضا بيروت الأولى إلى طابع تحالف 14 أداري. نحن منحب أنه هذا التفاهم وهذا التحالف ينحسم قبل مهرجاننا ب 14 أدار. واضح أنه بشمال يعني تيار المستقبل ما بده يعطي فريق واحد. في عمين قال أنه هو بده يوزع أصواته.
عودة الرئيس الحريري من المملكة العربية السعودية مشحونا بالطاقة الإيجابية تحتم اللقاء القريب بين الحليفين الحريري جعجع، إنما في انتظار اكتمال تحالفاتهم الانتخابية التي تشكل مخرجا يحفظ ماء وجهيهما أمام قاعدتيهما الشعبية. رواند أبو خزام، قناة الجديد. القضاء المالي فتح ملف مناقصة بواخر الكهرباء، ومجلس شورى الدولة لا يزال ينتظر ملف وزارة الطاقة. منذ نهاية تشرين الأول الماضي، وقضية مناقصة تلزيم بواخر الطاقة لا تزال لدى مجلس شورى الدولة بعد تقديم MEP إحدى الشركات المتقدمة لمناقصة البواخر طعنا لدى الشورى، طلبت بموجبه إلغاء استدراج العروض ومناقصة تلزيم استخدام معامل لتوليد الكهرباء في موقعي دير عمار والزهراني، وإلزام الدولة اللبنانية بمراعاة مبدأي المنافسة والمساواة. في تشرين الثاني الماضي صدر قرار إعدادي بقبول الطعن، كما طلب مجلس الشورى من وزارة الطاقة إبراز كامل الملف الإداري والفني العائد لاستدراج العروض، لكن الملف لم يقدم حتى الآن. بما أنه وزارة الطاقة بالمرة الأولى ما قدمت الملف الفني والإداري مثل ما انطلب منها، بالقرار اليوم رجع انطلب، بالقرار اللي تقدم من 4-5 أيام رجع انطلب من وزارة الطاقة تقدم دفتر الشروط. نحن حتى ما كمان ننطر مرة جديدة 3 أشهر والوزارة ترجع تعترض وما تقدم، وهذا اللي بيترك شبهات كتير كبيرة. نحن كمان اليوم قدمنا دفتر الشروط وإن شاء الله بتاخد فيه مجلس شورى الدولة، وعلى أساسه بيطلع القرار اللي بيهم كل الشعب اللبناني. الملاحظة الأخيرة اللي بحب أقولها إنه اليوم مجلس وزراء عم بيناقش هذا الموضوع، وكل الاتجاه يروح باتجاه إنه يقر انه الدوله تجيب بواخر. الحل الوحيد هو مش البواخر، ولو كان بدهم يجيبوا البواخر اليوم هالوزاره صار عمرها 1.5 سنة، كانوا بيقدروا يعملوا مناقصه باول 3 أشهر ويجيبوا بواخر بسنه. حتى لو البواخر لازم تتملكها الدوله بشكل من الاشكال، او يروحوا لمناقصات على البر. لليوم ما صار هيدا الشيء وما صار، وبيقولوا بعدهم انه هن عم بيناقشوا بمجلس الوزراء بالوقت اللي في قرار قضائي لازم يطلع. مجلس وزراء اذا بده يحترم القانون بده يحترم القضاء، لازم ينطر قرار القضاء بعدين يروح لياخد اي قرار سياسي، اي قرار بيقدر بيلاقيه هو مناسب. المهلة المتبقية للوزارة لتقديم ملفها تنتهي الاثنين المقبل، فهل ستلتزم بالمهل ام تعترض مجددا؟ الى فن الخبر مع زميلي عمر خداج. سعيدة، من بعد ما كانت ميريام كلينك عم تتحضر لخوض معركة الانتخابات المقبلة رفض طلبها، أما السبب فكان حكم قضائي بحقها بجرم إطلاق النار في مكان مأهول من مسدس حربي غير مرخص في بتغرين الزعرور. ويبدو من التصريحات يلي أطلقتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها غاضبة من يلي حصل معها. شو بدها ترد مريم بهالتقرير والمقابلة مع الزميلة هند ملاح؟ ميريام كلينك رشح اخر نهار اخر دقيقه لانه كنت عم بحضر ورقه ورحت عند كاتب العدل وحكيت المحامي، واذ باخر نهار بكتشف وبعرف انه في نقطه سوداء بسجلي، تحكمت بالمحكمه العسكريه، السجل موجود اطلاق نار واستعمال سلاح غير الشرعي. شخص لعتين الفرد ما طلبوا ورق بس طلبوا وراي. ليه اليوم ناس بيحملوا سلاح؟ اليوم في ناس بالاعراس بيقوسوا بيقتلوا عالم وبيظهروا عادي، ما في اي مشكل انه انا تنزل نقطه سوداء حمل سلاح واطلاق نار. ليه؟ لانه عم ببصصوا على انستغرام، عندها عم بفتشوا على انستغرام النيابه العامه عم تتسلى شو عندها ميريام يوم يلا بنعمل اكشن بالبلد. ليه؟ لانه انا بعرف بجيب اودينس، بعرف انه كل الناس حتنتبه لي. فوت ما بخوض المعركه السياسيه كرمال الشهره، ما بتهمني. انا عن جد اليوم هدفي لبنان، لانه اول شيء انا كامراه وين حقوقي كامراه؟ في قوانين لحقوق المراه، حقوق الحيوان، حقوق البيئه، حقوق المزارع، هول كم بدي اشتغل عليهم. كنت حاطه عن جد كل طاقتي لاتحج، ما في شيء حيتغير، رح يرجعوا ينتخبوا ذات العالم. اليوم الناس والشعب مخدر، اليوم في ناس عملوا حروب، اليوم في ناس كانوا مسجونين، اليوم في ناس قتلوا، اليوم في ناس كبوا رجمات بالبلد، كان في حروب بلبنان، هول الناس موجودين اليوم بالسياسه صار لهم فتره وعادي. انا اليوم حاده على لبنان وحاده على الوضع الموجود، لانه نحن بدنا دوله او بدنا حطوا توت مسخره واكل هوا، وان شاء الله ما يصير انتخابات. لهون مشاهدينا تكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن باي باي.
حادث سير في صيدا يودي بحياة الفنان عماد حشيشو. قبل ساعات من إطلاق أغنية مصورة لفرقته الراحل الكبير، عزف عماد حشيشو لحن الموت وقضى في حادث سير، فأصبح هو الراحل الكبير لفرقته. يا عزيز علي الأستاذ فنان، اليوم والمستقبل محمود 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 الباز. يا عزيز علي الأستاذ فنان، اليوم حشيشو من مواليد عام 88، توفي نتيجة حادث سير مروع وقع فجرا على الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا قرب تقاطع إلية، حيث اصطدمت سيارته وهي من نوع كيا بيكانتو بسيارة أخرى من نوع بي ام دبليو. يعني عماد أولا في علاقة عائلية مع عماد، مع أبو أهله يعني أساسا. وعماد أنا بعتبر أنه أنا يعني من ضمن التربية اللي بيو عم بربي، أنا مكملها بالناحية الموسيقية والفنية، وعماد معنا بفرقة الرحالة كمان معي. يعني عماد بعتبره واحد من أولادي أنا، مثل ما بقول يعني هودي الشباب يعني أنه، والله يرحم ترابه وحرقه يعني بالنسبة لنا، بس الحياة بلا تكمل يعني. عماد خسارة حقيقة للوتر وللعود وللمناخ الملتزم بقضايا الناس. عصام يعني عماد عرفته كان بعده صغير وكبر هو وعوده، وأنا كبرت حدهم بموسيقى الجميلة. كان لي الشرف أني تعاونت أنا وياه بأكثر من عمله الأمسي. حقيقة مرارة كتير كبيرة لما نشوف شاب بهذا العمر بيروح هيك ببساطة، لأنه بلد ما أمن يعني الحد الأدنى لطموحات هاي الشباب، خلاها تسهر وتتعب كتير وتاخدها مننا هذه الطرقات العبثية. رفاقه الذين تجمعوا أمام مسجد الشهداء في صيدا ودعوه قبل أن يوارى في ثرى جبانة سيروب. أوضحت عائلة ضو رداً على ما ورد في التقرير الذي بثته قناة الجديد عن حادث السير على لسان أحد الأشخاص الذي وقع في بلدة كفرحيم وأودى بحياة الشاب رشاد ضو، وقال إن السبب يعود إلى السرعة. قالت عائلة ضو: لمن لا يعرف الحقيقة، اتقوا الله في كلامكم الجارح بحقنا وحق فقيدنا. فالراحل شاب متخرج بتفوق من الجامعة ويتابع دراسته العليا، وحرصا على عدم التضليل واستباق نتائج التحقيق، شددت العائلة على أن ابنها إنسان مسؤول وواع لشروط السلامة وقواعد السير وبعيد كل البعد عن أي قيادة متهورة، وأكدت على ثقتها بالتحقيقات الجارية وتنتظر النتائج وظهور الحقيقة كاملة. بعد الإعلان، استشهاد فلسطيني أبكم وأصم في الخليل. احتجاجات حادة في بريطانيا ضد بن سلمان. وأقدم نادي كرة قدم بيع بيورو واحد. أهلا بكم من جديد. قضية اليمن تلاحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بريطانيا. تركزت محادثات اليوم الأخير من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا على الدفاع، وذلك في خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني. وتطرق الاجتماع إلى مسألة بيع أسلحة لا سيما مقاتلات تايفون، وكانت السعودية وبريطانيا قد حددتا هدفا لحجم التبادل التجاري والاستثمار يبلغ 65 مليار جنيه استرليني في الأعوام المقبلة، مع تطلع لندن إلى أسواق جديدة لقطاع خدماتها بعد انفصال عن الاتحاد الأوروبي. ولحقت حرب اليمن بن سلمان في زياراته من يومها الأول إلى يومها الأخير، إذ أعرب كبير أساقفة كنيسة كانتربري عن قلقه من الوضع الإنساني في اليمن بسبب الحملات السعودية هناك، وطالب خلال لقائه ولي العهد السعودي في لندن بإنهاء الحرب. واتهم زعيم المعارضة البريطانية الحكومة بالتواطؤ مع بن سلمان في حرب اليمن. وذكرت وزيرة الخارجية في حكومة الظل المعارضة إيميلي ثورنباري في
مجلس العموم أن الوزراء البريطانيين يركعون أمام الأمير محمد. ولي العهد لا يستحق أن نفرش له السجاد الأحمر هنا في بريطانيا، لأن هذا الرجل الذي ركع له الوزراء البريطانيون لا يقف وراء الغارات السعودية في اليمن وحسب، بل ووراء تمويل جماعات متطرفة في سوريا واحتجاز رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومضاعفة عدد الإعدامات المنفذة في المملكة مرتين منذ تعيينه وليا للعهد. ويأتي ذلك فيما تتواصل في لندن تظاهرات نظمها ناشطون للتعبير عن رفضهم لتصدير السلاح إلى السعودية على خلفية مقتل مدنيين باليمن. قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن بن سلمان متهم بتمويل التطرف في بريطانيا وارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان في بلاده خلق أزمة إنسانية في اليمن. ونظرا إلى هذه المطالب أكدت الحكومة البريطانية أن ليس لها أي دور في حرب السعودية في اليمن، كما نفت وجود أي مستشارين عسكريين بريطانيين في السعودية لدعم تلك الحرب، إلا أنها لم تتخذ قرارا بوقف بيع السلاح للرياض. قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إن شابا فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الخليل. وأعلن المدير العام لمستشفى الخليل الحكومي أن الشاب محمد زين الجعبري البالغ 24 عاما توفي نتيجة إصابته برصاصة أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في الصدر. وقد أصيب الجعبري في مواجهات وقعت في منطقة باب الزاوية بوسط الخليل. يذكر أن الشهيد معوق وأبكم وأصم. أقدم ناد إسباني بيع بيورو واحد. أعلن مجلس مدينة هويلفا أن أقدم نادي كرة قدم في إسبانيا سيباع في مقابل يورو واحد فقط. ووفقا لمجلس المدينة فإن نادي ريكاريتيفو دي هويلفا سيباع في مقابل يورو واحد لسداد الديون المتراكمة عليه، إذ توصلت شركة يورو ساموب إلى اتفاق مع مجلس المدينة لشراء جميع أسهم النادي بدل يورو واحد. واحتفل نادي ريكاريتيفو بالذكرى 28 بعد 100 لتأسيسه في كانون الأول الماضي، لكنه مثقل بديون كثيرة، إذ بلغت ديون ريكاريتيفو الذي ينشط في دور الدرجة الثالثة الإسباني نحو 8 ملايين يورو، وتم سداد هذه الديون ضمن عملية البيع إلى شركة يورو ساموب. يذكر أن عميد الأندية الإسبانية استطاع التأهل إلى دور الدرجة الأولى الإسباني لليغا في حزيران من عام 2006، لكنه عاد وتراجع إلى الدرجات الأدنى ليستقر حاليا في الدرجة الثالثة. كان في النشرة الادعاء على الحاج وغبش ومقرصن فلبيني يتعدى فبركة ملف عيتاني. قدمنا بطلب أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بترك المقدم سوزان الحاج. أهالي الموقوفين الإسلاميين يقطعون الطريق ويهاجمون سيارة. انطلاق التوافق بين القوات والمستقبل. نريد أن نستعيد هذا التحالف إذا أمكن. التحالفات الانتخابية زواج مؤقت. طبخة المصالح يلي عم يجي حدا كتير ذكي حط لها شوية توابل. بين الإلغاء والإبقاء ما هو التدبير رقم 3؟ الدولة غير الداعمة للجيش ما فيها تروح تعمل مؤتمر بإيطاليا وتطلب دعم الجيش وهي دولة غير داعمة للجيش. في فن الخبر، بعد رفض طلبها ميريام كلينك غاضبة. أكل هوا إن شاء الله ما يصير انتخابات. وكان في ترند ألبوم لجيلبرت سوين. تركوني وأخذوا خصمي. ما حدا بيعبي مطرح بقلبي. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة. لمزيد منها تابعونا على موقعنا الجديد .tv وفيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. دمتم بأمان الله.